The Crown Prince understands $700 billion, the next year $718 billion, and the next year, which is right now, we just got approved $738 billion. And that's a lot of money even for Bahrain, right? It's a lot of money. It's a lot even for Bahrain, and Bahrain has a lot of money. البحرين غنية لكن ثرواتها تجد طريقها إلى الخارج وليس لأبناء البلد. عقود للتسلح تنفق عليها العائلة الخليفية مليارات الدولارات لتشارك بها في حروب عبثية كحرب اليمن. Are you buying our jet fighters? We are, sir. Which one? The F-16. That's great. Signed it here. You have good taste. Thank you. That's a great one. أو ينفقها أبناء الحاكم الخليفي على هواياتهم الرياضية بدءاً من سباق الجائزة الكبرى للسيارات حيث شركة ماكلارين البريطانية صاحبة فريق فورمولا 1 280 مليون جنيه استرليني أعطاها بنك البحرين لإنقاذ الشركة إكراماً لسواد عيون ولي العهد ودوره في تطوير سيارات الفورمولا 1 وأعرب سموه عن سعادته بالمشاركة في هذا الافتتاح أخوه ناصر الذي يطلق عليه البحرانيون لقب نصور المعجزة تكفل هو الآخر بنفقات فريق ماكلارين للدراجات الهوائية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الشركة وأما البحرانيون في الداخل فلهم الله حمد الخليفة أصدر سلسلة مراسم تمس حقوق عشرات آلاف المتقاعدين في البحرين صندوق التقاعد يوشك أن يعلن إفلاسه لكن بنك البحرين لا يسارع لإنقاذه كما فعل مع ماكلارين استياء عم البلاد حتى داخل الشارع الموالي للنظام تقليديا فالحال لم يعد محتملا ولا يمكن السكوت عليه انت ما هيك تشوفون الناس من دقره الناس مكسوره الخاطر الناس مكتئبه اي نعم اي نعم يخافون على رزقهم اي نعم لا يبا قول له توقيتكم يا ابو رهف يا ابو خلاف غلط لا تقاعدون الحين تدري حن تتقاعد يعني شنو يعني راتب مقاس مال يعني زياده ما مش سياسات خليفيه فاشله وفساد مالي تدل على ان الخير من آل خليفه ليس سوى سرابا يحسبه الظمآن ماء عندنا 7.5 مليار دولار نصرفها على الاسكان والطرق والكهرباء والماء والتعليم وكل الاشياء اللي تهم المواطن وفي هال يعني طبعا صرفنا منها 2.5 اعتقد لهذه اللحظه وباقي لنا ان شاء الله 5 في الفترة القادمة فالخير جاي يعني.